بيان هام جدا من الداخلية المصرية حول قضية العائدون من الكويت، ننشر لحضراتكم التفاصيل. وبيان عاجل من مصر للكيان الصهيوني وسرعة التنفيذ فورا. ووزير ينشر خبر صار لملايين المصريين، ننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل. والسودان يفجر مفاجأة، نقف مع حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه النيل. وضربة هامة جدا من القضاء المصري الفتاة الهوهوز وصديقها. والبقاء لله خبر محزن لكل المصريين، ننشر ليكم التفاصيل. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو لايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. وصلونا ودعمونا بألف لايك أو أعجبني على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر مهم معانا، وبيان عاجل من مصر للكيان الصهيوني وسرعة التنفيذ فورا. وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري مكالمة هاتفية مع نظيره للكيان الصهيوني يائير لبيد، أوضح فيها موقف مصر تجاه تسوية النزاع في الشرق الأوسط. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان صدر عنه أن شكري خلال المكالمة أكد على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين فلسطيني والكيان الصهيوني، وخلق أفق سياسية بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يعزز ركائز الاستقرار في المنطقة ويجنبها موجات التصعيد والتوتر. وشدد وزير الخارجية المصري حسب البيان على أن مصر مستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن. وذكر البيان أن المكالمة تطرقت أيضا إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق. ولم يعلق جانب الكيان الصهيوني على هذا الاتصال. مصدر معنا كان من RT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. تل خبر آخر، ووزير ينشر خبر صار لملايين المصريين. وأعلن وزير العمل الليبي علي العابد أن 1,000,000 عامل مصري سيبدأون دخول ليبيا مطلع أكتوبر المقبل. وقال العابد في تصريح أدلى به لوكالة الأناضول التركية بعد عودته من زيارة مصر ضمن وفد حكومي، وقعنا مع مصر عقودا بقيمة 19 مليار دينار ليبي، يعني 4.2 مليار دولار. وأضاف هذه المشروعات تحتاج إلى 1,000,000 عامل مصري لتنفيذها، وسيبدأون دخول البلاد مطلع أكتوبر القادم. وبيّن أن هذا يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ خطة مشاريع التنمية والبنية التحتية. وخلال الأشهر الأخيرة شهدت علاقات طرابلس ومصر والقاهرة تطورا إيجابيا بعد زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا في 20 إبريل الماضي. وفي أكثر من مناسبة أعربت مصر عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا. والخميس وقعت ليبيا ومصر 14 مذكرة تعاون في مجالات اقتصادية مختلفة، إضافة لست عقود لتنفيذ مشاريع ليبية. مصدر معانا كان من الأناضول وRT، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر في منتهى الأهمية، وبيان هام جدا من الداخلية المصرية حول قضية العائدون من الكويت. نشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل عن تحريات أجهزة الداخلية في إطار القضية معروفة باسم العائدون من الكويت. أشارت إلى أن المتهمين كانوا يخططون لهجمات في مصر. تحريات قطاع الأمن الوطني المصري كشفت حسب موقع صدى البلد المقرب من الداخلية عن عقد قيادات التنظيم الدولي للإخوان خارج مصر عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على تكليف قيادات وأعضاء بالجماعة هاربين إلى دولة الكويت
بالتخطيط لارتكاب عمليات عدائية داخل مصر ضد مؤسسات الدولة بغرض منعها من أداء عملها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وصولا لإسقاط نظام الحكم القائم بمصر. التحريات الأمن الوطني أضافت أنه عرف من تلك القيادات المتهمة الثاني في قضية سمير يونس الخضري مسؤول المكتب الإداري لأعضاء جماعة الإخوان بالكويت، كما عرف أيضا من الأعضاء كل من المتهمين أبو بكر الفيومي وحسام محمد العدل وناجح عوض بهلول ومؤمن أبو الوفا وعبد الرحمن محمد وعبد الرحمن إبراهيم ووليد سليمان محمد وإسلام عيد وخالد المهدي ومحمد خلف وإسلام علي وفالح حسن. عقد المتهمون حسب التقرير لقاءات تنظيمية بمنازله بدولة الكويت بالتناوب لتلافي رصدهم أمنية لتفعيل المخطط الإخواني، حيث اتفقوا على جمع أموال شهرية من أعضاء الجماعة الهاربين بدولة الكويت وتسليمها للمتهم الأول محمد عبد الوهاب مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج لاستغلالها في توفير الدعم المادي واللوجستي لعناصر المجموعات بحركتي حسم ولواء الثورة التابعتين لجماعة الإخوان لتنفيذ عملياتها العدائية داخل مصر، فضلا عن تكليف بعض العناصر المرتبطة بهم برصد ضباط وأفراد بقوات المسلحة والشرطة وبعض المنشآت العامة، وذلك تمهيدا لاستهدافهم بعمليات عدائية. كما كشفت تحريات الأمن الوطني عضوية المتهم الثالث بمجموعات مسلحة تحت مسمى مجموعات العمل النوعي التابعة لجماعة الإخوان في غضون 2015، وتلقيه في داره تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية ومشاركته في تنفيذ بعض العمليات العدائية التي استهدفت منشآت عامة وشرطية. واطلاع المتهمين 11 والثاني عشر في إطار الهروب من الملاحقة الأمنية بسبب اتهامهما بارتكاب جرائم بالتسلل إلى دولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطرق غير شرعية. وتبين من تحريات الأمن الوطني أنه في غضون شهر يوليو سبتمبر وديسمبر 2019 اطلعت السلطات الكويتية بترحيل المتهمين من الثالث وحتى الأخير للبلاد، حيث تم ضبطهم بميناء القاهرة الدولي، وأصدرت جماعة الإخوان بيانا على حساب المتحدث الرسمي لها على فيسبوك أكدت فيه انضمام المتهمين المضبوطين لجماعة الإخوان وطلبت السلطات الكويتية بعدم تسليمهم إلى مصر. مصدر معانا كان من صدى البلد: كل الشكر وتقدير لدولة الكويت على التعاون الأمني بينها وبين مصر، تحية طيبة لإكويت وشعبها الطيب. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، وتحية أيضا لجهاز الداخلية وقطاع الأمن الوطني، ربنا يحفظهم إن شاء الله ضد أعداء هذا الوطن. ننتقل مع بعض الخبر آخر: السودان ينشر مفاجأة، نقف مع إثيوبيا في حقها من الاستفادة من مياه النيل. أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي إن السودان تعطي اهتماما خاصا لقضية سد النهضة الإثيوبي بسبب ارتباطها بالأمن القومي السوداني. وفي مؤتمر صحفي قالت الوزيرة في استعراض محاور سياسة السودان الخارجية ماضيا ومستقبلا إن السودان كثفت الجهود الدبلوماسية حول هذه القضية وضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحقق المنفعة لكل الأطراف. وأضافت أن موقف السودان الثابت والواضح في أزمة سد النهضة قائم على مرجعية القانون الدولي وعلى اتفاقيات سابقة بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث السودان مصر إثيوبيا في الخرطوم. أكدت أن السودان يقف مع الحق الإثيوبي في تطوير إمكانياته والاستفادة من مياه النيل الأزرق وتطوير موارده دون إجحاف في حق الآخرين خاصة حقوق السودان ومصر، وعلى أن الأطراف إذا أرادت أن تجني فوائد مشتركة من مشروع السد فإنها لا يمكن أن تتحقق دون وجود اتفاق قانوني ملزم للجميع، خاصة فيما يلي قضية الملء والمراحل والتشغيل والمراحل بصورة تفصيلية. حسب الوزيرة فقد ظلت الدبلوماسية السودانية ومن خلفها الدولة والحكومة بكافة الأجهزة المعنية تدير هذا الملف بحكمة واقتدار.
وذكرت بهذا الأمر إلى الإنجاز الدبلوماسي المقدر الذي أحرزه السودان مؤخراً بصدور بيان رئاسي من مجلس الأمن الدولي مثل استجابة لرؤية السودان للمنهجية الصحيحة لاستئناف عملية التفاوض. وقالت الصادق إن هذا يؤكد بأننا في الاتجاه الصحيح، وبالتالي نأمل إذا ما توفرت الإرادة السياسية وحسن النية أن تساعد الأطراف المعنية في التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي انشغالات ومصالح الدول الثلاث. مصدر معانا كان من سونا، أترك لكم التعليق على هذا الخبر. مريم صادق المهدي وزيرة خارجية السودان تقول إن احنا نقف مع أثيوبيا في التنمية، ولكن برضو يجب أن نصل لاتفاق قانوني وملزم. أترك لكم التعليق على هذا الخبر الهام. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومهم، ضربة هامة جدا من القضاء المصري لفتاة الهوز وصديقها. قضت محكمة الجنحة الاقتصادية بالإسكندرية بحبس فتاة تيك توك المعروفة إعلاميا باسم فتاة الهوز وصديقها 3 سنوات ودفع غرامة 200,000 جنيه بسبب نشرهم فيديوهات منافية للآداب العامة. وحكمت المحكمة بقرارها إلى ثبوت تورط المتهمين في قضية نشر فسق والفجور وخدش الحياء العام وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وبدأت الواقعة بتقديم المحامي أشرف فرحات بلاغا للنائب العام ضد الفتاة المذكورة وصديقها يتهمهما فيه بسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح منها. وعلى ذلك بأشرت النيابة العامة التحقيقات ووجهت للمتهمين تهم سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبث فيديوهات خادشة للحياء بهدف التربح. وقررت النيابة بعد ذلك حبس المتهمين وطلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على الهواتف المحمولة وأجهزة اللابتوب والتحفظ على كارت فيزا البنك الخاصة بالمتهمة الأولى لفحصها. وحسب النيابة أدلت المتهمة باعترافات تفصيلية بالواقعة حيث أكدت تصوير مشاهد لبثها على صفحة شخصية على فيسبوك والتي تحمل اسم كائن الهوهوز وكذلك على موقع تيك توك بهدف التربح، فيما أدلى صديقها باعترافات تشير إلى أنه قام بالتصوير واقتسام الأرباح معها بينما أنكر تهم التحريض على الفسق وارتكاب الفواحش. مصدر معنا كان من القاهرة 24، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر مؤسف والبقاء لله، خبر محزن لكل المصريين. وأعلن مصدر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إقدام مواطن على الانتحار بإلقاء نفسه أمام قطار مترو الأنفاق مما أدى إلى وفاته فورا. وأضاف المصدر خلال تصريحات لموقع القاهرة 24 أن مواطنا يبلغ من العمر 61 سنة ألقى بنفسه على قضبان تزامنا مع مرور القطار في أثناء تواجده بمحطة المعادي التابعة لقطارات الخط الأول لمترو الأنفاق حلوان المرج الجديدة مما أدى إلى دهسه ومصرعه في الحال. أشار المصدر إلى أنه على الفور تم إيقاف حركة القطارات للعمل على رفع الجثة من القضبان وتم تحرير محضر بالواقعة، ومن خلال فحص هوية المنتحر تبين أنه من مواليد عام 59 ويسكن في محافظة القاهرة بمدينة البساتين بمصر القديمة. مصدر معانا كان من القاهرة 24، ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه على هذا الفعل، ربنا يرحمه بإذن الله. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.